ولمتابعة الموضوع ينضم إلينا من لندن المحلل السياسي سامر خليوي. أهلا بك سيد سامر، ما هي أسباب تقلب الموقف الأمريكي الذي طالب أنقرة بعدم الهجوم على عفرين، وسبقه قبل أيام إعلان واشنطن أيضا أن عناصر البيادي في عفرين لا علاقة لها بهم؟ نعم، في البداية مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. في الحقيقة هذا استمرار للسياسة الأمريكية منذ أوباما إلى ترامب، حيث الكل يعلم أنهم يدعمون حزب الاتحاد العمال الكردستاني المصنف إرهابي وبشقه السوري الاتحاد الديمقراطي. وأنا أعتقد هذه السياسة استمرار لسياسة الولايات المتحدة، وكما أعلن أيضا أكثر من ذلك أن الولايات المتحدة تريد أن تسلح 35 ألف من هذه العناصر الإرهابية لتنشرهم على الحدود السورية العراقية والسورية التركية. فمن هنا أنا لا أعتقد أن هناك تخبط، ولكنه استمرار في هذه السياسة الموجهة ضد تركيا. من هنا تركيا أعتقد أنها تعلم الآن بشكل واضح أن الولايات المتحدة تقف خصما لها وتساند المنظمات الإرهابية في أكثر من مرة، كما ساندت عندما سلحت ما يسمى بقوات قسد، وعندما كان هناك اتفاق أن تقوم الولايات المتحدة بالضغط على قسد لتسليم منبج بعد احتلالها، ولكن كل ذلك لم يحصل. وقبل ذلك أيضا لنذكر أن الولايات المتحدة أعطت وعد لتركيا أنها سوف تسحب الأسلحة الثقيلة من قوات ما يسمى قسد، ولكنها أيضا لم تفعل. فأنا أعتقد أن هذا استمرار للسياسة ولا شيء جديد من قبل الولايات المتحدة تجاه تركيا. نعم، يعني سيد سامر، العملية العسكرية التركية في عفرين، ما هي أبرز العقبات التي تقف في طريقها؟ نعم، هذا سؤال هام للغاية. مع كل أسف يعني تركيا الآن في وضع لا تحسد عليه، الكل يعلم أنها لا تستطيع أن تقوم بأي عملية عسكرية داخل سوريا دون التنسيق مع الولايات المتحدة أو روسيا، لأن تردد تركيا وخوفها الزائد منذ بداية الثورة السورية هو من أوصلها إلى هذه المرحلة. لو كانت تدخلت ليس من أجل الثورة السورية ولكن من أجل أمنها القومي لما حصل الذي يحصل الآن. وهذه العملية أيضا من العمليات التي تصب في مصلحة الأمن القومي التركي. ولنتذكر أيضا أن هناك كثير من المصالح المشتركة ما بين تركيا والثورة السورية، ولنذكر أيضا أن تحرير اي منطقه في سوريا من قبل من تحت سيطره النظام او روسيا او الحزب الكردي الارهابي المسمى في الاتحاد الديمقراطي هو يصب لصالح الثوره السوريه، وايضا هو لصالح التركيه. فمن هنا هذه العمليه ان تمت سوف تكون مصلحة مشتركة للشعب السوري ومصلحة مشتركة أيضا لتركيا. ولا ننسى أيضا، يعني أن أذكر أيضا من نقطة هامة، ماذا فعلت هذه القوات الإرهابية الكردية بعناصر الجيش الحر عندما استعرضوا جثامين الشهداء على الحافلات والسيارات. نعم. وكانوا يستعرضون بها، فهم وقفوا مع النظام ونسقوا كيف مع النظام ودعموا سيد النظام. سامر، كيف تقيمون التنسيق التركي مع روسيا وإيران فيما يتعلق بعفرين؟ يعني كما ذكرت أنا، تركيا لا تستطيع أن تقوم بعملية دون الاتفاق معهم. ونتذكر أيضا أن الطلب التركي من روسيا ومن إيران لاستخدام المجال الجوي السوري للدخول إلى عفرين، وطبعا هذا يعني ضربة كبيرة لعصابة الأسد ومن يقف مع عصابة الأسد، أنها لا قيمة لها ولا سيطرة ولا سيادة على أي شيء من الأراضي السورية، بل هي أصبحت بيد الآخرين. كما قلت أنا، إن تمت الموافقة وإن تم الاتفاق مع روسيا ومع إيران، لأن الولايات المتحدة الآن يعني تستبعد الدعم، إن تمت الموافقة قبل والاتفاق مع روسيا وإيران، أعتقد أنه ستكون هناك عملية في عفرين، وتم تحديد هذه المنطقة حصرا، والحديث الآن عن هذه المنطقة وليس عن مناطق أخرى. نعم، أشكرك جزيل الشكر من لندن المحلل السياسي سامر خليوي.